الانترفيو مع زينة. سعادة السفير أهلا وسهلا، تحياتي مرحبا على موجات راديو شمس فم. ألو سعادة السفير تسمعني؟ على ما يبدو فما مش في الكواليس تسمعوه، احنا في المباشر ما يخرجش الصوت. نعود نتصلوا به، عود اتصلنا به سيد المخرج وليد الريفي الى حين نتحصلوا على سعادة السفير اللي من المفروض في الكواليس يسمع فيها الصوت. وصل على ما يبدو فما خلل او مشكل في الصوت، عاودوا نتصلوا به. ونذكركم وانه تنجموا تابعونا على صفحتنا استوديو شمس باي شمس فام، واليوم اديسيون سبيسيال في استوديو شمس في متابعه ومواكبه لاخر التطورات على الساحه الفلسطينيه. الناس اللي ضيعت اخر التطورات او ما تابعتش التفاصيل في ساعتنا الاولى، نذكركم وانه اخر التطورات لا تسر في علاقه بالحصار اللي يفرض الكيان الصهيوني على المدنيين العزل في فلسطين، لا ضوء لا وقود واستهداف مباشر للمدنيين. الصوت مازال مش قاعد يخرج، صوت سعادة السفير الفلسطيني هائل الفهوم مانيش قاعدين نسمع فيه. شوف لنا شنو المشكل. اهلا سعادة السفير، اهلا وسهلا مرحبا على موجات شمس فام، تحياتي ليك. أهلين، انقطع الخط. أهلين، تحياتي ليك سعادة السفير، وبودي ناخذ من عندك آخر التطورات في علاقة بما يحدث اليوم وبالأساس الانتصار الذي يحسب في مشهد عكسي، مشهد غير مسبوق، صور غير مسبوقة أتتنا في الساعات الماضية من المقاومة الفلسطينية والانتصار اللي تم تحقيقه. وعادة عودتنا المقاومة الفلسطينية انها لا ترد لا تباغت بل تحمي، هذه المرة كانت اي هي المبادرة دايخ. طلع الشعب الفلسطيني كان على مدار تاريخه هو المبادر، يعني اذا رجعنا التاريخ الفلسطيني اللي واجه استراتيجيات القوى الاستعمارية الكبرى اللي حكمت العالم تقريبا لاكثر من 200 سنة، واللي ركزت على فلسطين كقاعدة مستهدفة لإقامة قاعدة تنفيذية لها لتفتيت الوطن العربي في المشرق العربي وفي المغرب العربي، خوفا من وحدة هذه الأمة العظيمة، أمتنا العربية في الواقع. فلذلك الإبداع الفلسطيني والمقاومة الفلسطيني بطاقاته الطبيعية كانت دائما وكل في كل مراحلها تتصدى لهذه الاستراتيجية، ولكن كانت القراءات مختلفة لهذا الصمود وهذه المقاومة على مدى تاريخ فلسطين من 200 سنة وطالع، وهم يرتبون لما يجري حاليا على الأرض. لذلك احنا نواجه هذه الاستراتيجية الكونية اللي تستهدف أمتنا العربية في الواقع. وأعتقد أن الصمود الفلسطيني هو صمود معجزي في تاريخ البشرية، لأنه ما كانش في أي دعم خارجي لإله من الخارج، كان في إطار طاقاته الذاتية، وهذا يبرز يوم بعد يوم يعني، وهذا ألبك هاي مطابخ هذه القوى الاستعمارية في الموضوع على رأس الحركة الصهيونية. العملية ليست مواجهة بين طرفين، نحن نواجه كم هائل من القوى اللي وضعت استراتيجيات كيفية الهيمنة على المسارات العربية والكونية في الموضوع. وما يحدث حاليا هو جزء من هذا الإعجاز الفلسطيني في إطار الصمود الدائم والتمسك بحقه الوطني وبهويته الوطنية وبفرض فلسطين على المعادلة مش بس الإقليمية والدولية. كما يعرف الجميع الآن، أصبح يعرف أنه لا سلام ولا استقرار بدون الحق، إعادة الحق الفلسطيني. فلسطين هي عنوان سلام، فلسطين هي عنوان استقرار، هي عنوان بناء، هي عنوان إبداع في الموضوع. وهن حاولوا يصورونا كأنه إحنا إرهابيين ومجرمين وخطيرين، لكن هذه الحقائق بدأت تتكشف. فاللي حاصل اليوم بيّن هوان وضعف هذه الاستراتيجية وهزها من داخلها، يعني شعب أعزل
قطاع غزة محاصر من كل الجهات، 360 كيلومتر مربع، مليونين ومئتين ألف نسمة، أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم. القدس محاصرة، الأقصى محاصر، كنيسة القيامة محاصرة، رام الله محاصرة، جنين محاصرة، نابلس محاصرة، أريحة محاصرة، حتى المعابر البرية كلها مغلقة. وشوف الجرائم اللي بيرتكبها هذا الكيان ضد أطفال فلسطين قبل نسائها ورجالها وشيوخها، وبالرغم من كل هذا شعبنا صامد وواقف على أرضه، وهي بحد ذاتها هي رسالة للإنسانية إنه إذا تريدوا أن تنشروا حقوق الإنسان حقيقة فبدون الحق الفلسطيني لن يكون هنالك حق إنساني. اليوم في علاقة بالموقف التونسي وبالبيان بالتحركات اللي قام بها حتى بعض أو كل التلاميذ كل المدارس التربوية ببادرة من وزارة التربية رفع الأعلام الفلسطينية بكامل المؤسسات التربوية، تعليقكم سعادة السفير على البيان المواقف التونسية خاصة من الرئاسة للشعب للحكومة؟ طلعي فلسطين موجودة في إطار الوعي والفكر العميق لشعبنا في تونس. فلسطين هي جزء من التركيب الجيني الفكري المتعلقة والمتمسكة بالحق الفلسطيني كتمسكها بالسيادة التونسية وبالحق التونسي في الموضوع، شايفين؟ وتونس هي إحدى يعني الشعوب القليلة اللي بلورت هذا الموقف الواعي في إطار أنه إذا أردت أن أدافع عن نفسي عن مستقبل أبنائي وأحفادي علي أن أكون في نفس الخندق مع فلسطين. فهذا التعبير خارج من تونس في إطار مفاهيم عميقة وليس في إطار ردات فعل عاطفية. يعني فلسطين في الوجدان التونسي هي يعني مزروعة في إطار الوعي والفكر والوجدان، وهذا أساسي. يعني هي ليست مجرد محبة هيك هائمة يعني ضائعة، لا، هي محبة مبنية على قراءة عميقة للحق الفلسطيني وأهمية استعادة هذا الحق حتى نتثبت من سيادتنا وحريتنا ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا. هذه هي تونس الآن نراها في المدارس، في رياض الأطفال، في الجامعات، في المسارح، في النشاطات الفنية، في السياسة، في الجامعات. روحي لكل محل، أنا ما رأيته في تونس لم أراه في مكان آخر في حياتي. في المقابل هناك انقسام بمجلس الأمن الدولي حول ما حدث في الساعات القليلة الماضية. طلعي هذا الصمود الأسطوري تبع الشعب الفلسطيني كشف كل الحقائق الموضوعية. يعني قبل كانوا يريدوا أن يصوروا كأنه هو صراع بين طرفين، شايفين؟ وكأنه الضحية هي المجرمة والمجرم هو الضحية. الآن تكشفت الحقائق أنه فلسطين تواجه هذا الكم من الطاقات الاستعمارية المغرورة اللي صابع عماء عن جهية القوة اللي تريد أن تتحكم في مصير العالم ومصير شعوبها لحساب فئة قليلة لا تجاوز 3-4% من مجتمعاتها في الموضوع. فهنا كشفت الحقائق. طب يعني هدول اللي بيطلعوا بيانات إنه لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد مين؟ طب هل لإسرائيل الدفاع الحق عن نفسها والفلسطيني المحتل المظلوم اللي ترتكب جرائم يومية ضده ما عندوش الحق في الدفاع عن نفسه؟ أين التوازنات؟ أين الأخلاقيات العمل؟ إن كان سياسي، إن كان ثقافي، إن كان اجتماعي، إن كان إعلامي. يعني هني كشفوا عن أكاذيبهم ومواقفهم اللي كانوا يبرروها لكسب الوقت في إطار محاولة لتبخير الهوية الوطنية الفلسطينية وتبخير الحق الفلسطيني، ولكنهم فشلوا. والآن العالم يعلم بما فيها شعوبهم إنه فلسطين واجهت تقريبا لوحدها كل هذا التحدي. نعم. شايفين؟ وهي معجزة في تاريخ البشرية من آدم وحواء لليوم. في ال
ولكن في الأثناء وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية وفافة أنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس هاتف العديد من القادة العرب وأكد وأن غزة من المفروض لا تبقى وحدها في المواجهة. لا إحنا يعني هذا نحن نطالب كل الذين يطالبوا بالحقوق الإنسانية، لأنه إذا اختفى الحق الفلسطيني تختفي حقوق 99% من البشرية لصالح 1%، اللي هي النواة الصلبة اللي تريد تسيير العالم وتركيعه وإخضاعه والهيمنة على مصادره. فاللي قاله الرئيس محمود عباس إنه على الجميع إنه الوقف مع شعبنا في غزة وفي القدس وفي جنين وفي نابلس وفي طولكرم هي وقف مع الذات، لأنه في اللحظة اللي بيختفي فيها الحق الفلسطيني تختفي فيها حقوقهم جميعا. فالآن نريد من العالم أن يقف مع ذاته بوقوفه مع الحق الفلسطيني، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب. بعض الدول التزمت صمت، أتحدث هنا عن الدول العربية. يعني أنا تابعت، يعني هي طلعت كل البيانات تقريبا من كل الدول العربية اللي بتقول هذا يثبت أنه دون إقامة الدولة الفلسطينية وإيجاد يعني تثبيت الحق الفلسطيني لن يكون هنالك لا سلام ولا استقرار، يعني بشكل مباشر قالوها أو بشكل غير مباشر. إذن الرسالة وصلت للجميع بما فيها الدول اللي كشفت عن أوراقها الحقيقية، شايفة اللي قطعت ما يسمى بالدعم عن الشعب الفلسطيني زي بعض الدول الأوروبية وغيرها، شايفه بحجة ما يحدث الآن بسبب دفاعها عن حقوقها وعن ذاتها. الموقف الفرنسي مثلا، كل معظم الدول، يعني بلاش ندخل في 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 تفاصيل هلا، شايفه كشفت الحقائق الموضوعية انه انا لا اواجه طرف. انا لو المواجهة ثنائية بيني وبينهم صدقيني انا بحل الموضوع باقل من اسبوع في الموضوع. على العالم أن يفهم أن لا سلام لا له ولا للي بدعموه في ممارسة الجرائم ضد الشعب الفلسطيني إلا باستعادة الحق الفلسطيني، وكشف كل هاي الأوراق الدعم اللامحدود اللي قدمت بتفرجيكي على هشاشة الآخر، وبتكشف كل الأوراق تبعت كل هاي القوة. مفهوم؟ يعني بعرفش، ما بديش اعقد الموضوع، ولكن هنالك تفاصيل اللي بديت تتكشف حتى لشعوب هاي الدول. وفي الأثناء ونحن نتحدث الآن، القصف العنيف مستمر، على القصف طبعا للكيان المحتل على قطاع غزة. مين اللي بيستشهد؟ المواطنين الأطفال، مدنيين عزل. نعم، مئات الأطفال مدنيين العزل، ودولة زي الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتدعي أنه هو تدافع عن الديمقراطيات والحريات وحقوق الإنسان وإلى آخره، تقرر فورا في الوقت اللي ما كانش عندها تدفع مخصصات الموظفين في الإدارات الأمريكية تخصيص 8 مليار دولار دعم عسكري وتحريك كل قواتها في المنطقة وزخائرها لإسرائيل. أمام من؟ أمام المدنيين. هنا السؤال بيطرح حاله. نعم، شايفين أمام من إحنا؟ يعني فشلهم يعني في إطار المواجهات الأقطاب الدولية الكبرى، شايفين بدهم يحاولوا إنه يحققوا أمام المقاومة الفلسطيني، أمام الشعب الفلسطيني، وسيرون إنهم سوف يفشلون، وهذا بفرجيك هشاشة فكرهم واستراتيجيتهم. نحن نسعى للسلام، نحن نسعى للأمن للجميع، نحن نسعى للحقوق للجميع. فلسطين هي عنوان السلام والاستقرار والتوازنات الإيجابية، ليس في المنطقة فقط وإنما في العالم. إسرائيل أصبحت عنوان مراكمة الحروب والصراعات والجرائم والتدمير. فلسطين هي عنوان عكس تماما، هو بناء واحترام وسلام وأمن للجميع، لإلنا ولإلهم.
عليهم أن يفهموا الدرس، ولكن غرورهم يمنعهم من الاعتراف بهذه الحقيقة. ونرجع بك إلى الذكرى 38 لعدوان حمام الشط، بما أنه من أسبوع تقريبا أحييتم الذكرى 38 لعدوان حمام الشط، ذكرى القصف الاعتداء الإسرائيلي 1 أكتوبر 85 سعادة السفير بالعاصمة. طلعي هو يعني ثبت أنه الوقف التونسي في نفس الخندق مع الشعب الفلسطيني، شايفين، هي أزعجتهم وأرعبتهم، ولذلك حاولوا أن يبخروا الهوية الفلسطينية من خلال محاولة اغتيال الشهيد الرئيس ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية. وكانوا يعتقدوا أنه هذا ممكن يدخل حالة من الإحباط واليأس عند أهلنا في تونس، فكانت الرد عكسية تماما، هو المزيد من التمسك بالحق الفلسطيني وفرض الوجود الفلسطيني في كل المعادلات. إن محاولاتهم لم تبدأ من 38 سنة، هي بدأت أقولك منذ ترتيبات لإلها منذ أكثر من قرنين أو ثلاثة، ترتيبات اللي هي بشكل مؤامرات وتنفيذها على مدى 10 عقود، من بداية المؤتمر الصهيوني الأول في بازل، وبعدين مؤتمر بنيرمان، وبعدين وعد بلفور، وبعدين سايكس بيكو. يعني شفتي، يعني أخذت حيز من الوقت والزمان، ولكن غطاء الشعب الفلسطيني. نعم. عدة معاهدات، يعني لازم نراجع التاريخ إحنا حتى نقرأ الحقائق. صح. وهي الحقائق الكارثية عاشها الشعب الفلسطيني وصمد أمامها. فلذلك إحنا لا ندافع عن حقنا فقط، نحن ندافع عن حقوق الإنسانية كلها، نحن ندافع عن الوطن العربي كله بإمكانيات متواضعة جدا. في غزة هلأ بلا ماء، بلا كهرباء، بلا غذاء، بلا دواء، بلا شيء، وشعبنا صامد. نعم، رغم الحصار الشعب الفلسطيني صامد. نعم، نفس الشيء أهلنا في 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 شوف الجرائم اللي ترتكب ضد أهلنا في 48. شايفين، فلذلك المواجهة تبعتنا هي مواجهة لا محدودة، وبالرغم من كل هذا صامدين. شوف المطار تبعهم مليان، كلهم بدهم يهربوا يروحوا إشي، بده يروح على هولندا حالة هلع. نعم. احنا بالرغم من كل المذابح صامدين على أرضنا وقاعدين، ما عندناش محل وين نروحه إلا وطننا. وفي الأثناء تستمر المقاومة رغم العدوان، رغم الحصار، رغم أيضا عدة ردود الأفعال الدولية الغير حاسمة ربما، كما كنت تتحدثون سعادة السفير، في علاقة بالأطفال المدنيين العزل، في علاقة بالرد الدموي الذي يستهدف مباشرة المدنيين، لم يستهدف يعني المقاومة. بالنسبة لأصدقائنا في الغرب، نعم، معلش خلينا نستخدم كلمة مش عنيفة، هل حياة الطفل الفلسطيني رخيصة والإسرائيلي غالية؟ هل هذا مش تمييز؟ وينهم؟ ما شفتش ولا بيان طلع عن الشهداء الأطفال اللي طلعوا بفلسطين، مش اليوم وبس، وش مبارح وبس، على مدى كل هذه السنين. صح. عائلات كاملة تم حرقها. صحيح. هل علقوا على بيان واحد لسموتريش اللي قال لازم نمسح الشعب الفلسطيني ونمسح غزة عن الوجود؟ هاي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال سنمنع عن غزة كل شيء، الماء والكهرباء والطعام والغذاء والدواء. وين تعليقاتهم؟ وين إنسانياتهم؟ أيضا لم نجد أو لم نرى ردود أفعال في علاقة باستهداف سيارات الإسعاف أيضا التي تنقل الجرحى، والمستشفيات في غزة. نعم. ضربوا المستشفيات. صحيح. وينهم؟ وين إنسانيتهم؟ بدي أسألهم أنا، هل بقي عندكم ذرة من الإنسانية؟ يجاوبوني، إذا كان مخطئ يقولوني يقنعوني.
وخاصة دكاكين حقوق الإنسان في العالم أجمع يتحدثون عن حقوق الإنسان أمام حقوق منتهكة بشكل صارخ وواضح يعني جدا. يعني حتى المنظمات المحترمة اللي تابعت استهداف الحق الفلسطيني في فلسطين وتابعت الجرائم الإسرائيلية، حتى منظمات إسرائيلية نفسها يهودية نفسها بيصيروا يتهموها بالأسامية عندما تقول الحقيقة فقط. صحيح. نحن ساميين، مين اللي ارتكب الجرائم ضد المواطنين اليهود في العالم؟ هم الأوروبيين مش احنا. احنا بالعكس كانوا في فلسطين عايشين وما شاء الله، في تونس وفي مصر في كل مكان لم يتم الاعتداء عليهم، شايفين؟ وبيجوا بدهم يدفعونا احنا ثمن جرائمهم حصيله. شكرا يعني جزيلا لوضوحك بصراحة. وكل يوم نعم. كل يوم نطور فكر ضالي صمودي جديد اللي بدأ يهز استراتيجيتهم من داخلها. وهو كذلك نعم صحيح جدا. مع ذلك ومهما كان الرد حقيقة فرحة عارمة في صفوف في الداخل والخارج، ليس في فلسطين فقط، في تونس وعدة دول أمام العملية الناجحة، النصر والانتصار، عملية طوفان الأقصى. أهم شيء أنه شعبنا زال صامت على أرضه وسيبقى صامت على أرضه حتى التحرير إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة السفير سفير فلسطين بتونس. فاتكم الحوار كاملا مع سعادة السفير هائل الفاهوم، تلقوه على صفحتنا استوديو شمس باي شمس فاهم.